بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مهندس مبي بوغيلة، مؤتل عن ديوان رئاسة الوزراء ورئيس غرفة الطوارئ المشكلة من الحكومة الليبية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم في يوم تاريخي. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حنفعل قطار المشاريع المتوقفة اللي دامت متوقفة لأكثر من 15 سنة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بجهود الحكومة الليبية وديوان رئاسة الوزراء ولجنة الأزمة المشكلة برئاسة المهندس سالم الزادمة، الآن فضل الله سبحانه وتعالى حنبدأ الآن كأول انطلاقة لتفعيل المشاريع المتوقفة، اللي هو المشروع اللي موجود أمامكم، اللي هو رصف إعادة رصف بالكامل للطريق من قصر المؤتمرات اللي هو قاعة شعب سابقا إلى مكتبة اليونسكو كالبداية بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندنا مشاريع أخرى. طبعا حقيقة في تقصير كبير جدا من قبل المسؤولين السابقين. هذه المشاريع متعاقد عليها من 2008 وكل سنة ترحل للسنة التي تليها، والآن اللي وجدنا عندما أتت الحكومة الليبية كل ما من تعاقدوا على المشروع نجد أن المشروع هذا متعاقد عليه، أصبحنا في مشكلة حقيقية. بحثنا على الأوراق المشاريع وجدنا أن سبها تم يعني متعاقد عليها بمئات الملايين، مدينة سبها. والآن فضل خيرين من أبناء هذا الوطن والناس الوطنية شمعت كل الجهود الآن حتى هذه بكورة هذه الأعمال، هذه الجهود اللي هو طريق إن شاء الله سبحانه وتعالى جمال عبد الناصر. والآن نعدكم بإذن الله أنه حنفعلوا كل المشاريع المتوقفة إن شاء الله سبحانه وتعالى بالمجهود الكل إن شاء الله سبحانه وتعالى.